الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا هو الدرس 34 في الاقتصاد الجزئي، نظرية المنشأة، الجزء 3، تحت عنوان فرعي هو التوليف المثلى من مدخلات الإنتاج العمالي ورأس المال. Lesson number 34 in microeconomics, theory of the firm part 3, under the subtitle The Optimum Combination of Factor Input, Labor and Capital. أرجو أن يكون فيه الفائدة القصوى لكافة أحبتنا الطلبة حيثما كانوا، والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا. بإذن الله نبدأ. التوليف المثلى من مدخلات الإنتاج العمالي ورأس المال، Optimum Combination of Factor Input, Labor and Capital. قدمنا في المقطع السابق عن نظرية المنشأة مبدأ التكاليف المتساوية ISO cost، التكاليف المتساوية ISO cost، وقدمنا مبدأ الكمية المتساوية أو المتكافئة ISO quant، وكيفية اشتقاقهما وحساب ميل كل منهما. فكان قيد التكاليف، القيد التكاليف كان كمالي W مضروب في L زائد R مضروب في K تساوي C، حيث W معدل أجور العمالة، ال هي عدد العمال او حجم العماله الموظفه من قبل المنشاه، هنا كلفه راس المال ار، وكميه راس المال كي تساوي الكلفه الكليه سي. يمكن حساب ميل قيد الموازنه او قيد التكاليف كما ياتي. القيد كما ذكرنا هو دبليو مضروب في ال زائد ار مضروب في كي تساوي سي. الان سنترك ال لوحدها الى الطرف الايسر، والباقي يذهب الى الطرف الايمن، فبكون عندي R في K تساوي C مطروح منها W L بالقسمة على R، بالقسمة على K لحالها الان او لوحدها تساوي C الكلفة الكلية مقسم على سعر رأس المال مطروح منه معدل اجور العمالة على سعر رأس المال مضروب في حجم العمالة. اي تغير هنا سينعكس هنا. إذا الآن معدل التغير في رأس المال نسبة إلى التغير في حجم العمالة يساوي حاصل قسمة W كما ذكرت في المقطع السابق، W مقسم على R وتساوي سالب طبعا سعر العمالة مقسم على سعر رأس المال. أقصى كمية يمكن شرائها من قبل المنشأة من العمالة ومن رأس المال كما يلي: أقصى كمية من العمالة بتكون الكلفة الكلية مقسمة على معدل أجور العمال، لكن إذا حصلت المنشأة على أقصى كمية فهذا يعني أنها ستحصل على صفر من رأس المال. وبالنسبة لرأس المال كي ستار تساوي الكلفة الكلية مقسم على سعر رأس المال، لكن إذا حصلت على كي ستار لن تحصل على أي وحدة من وحدات العمل. التمثيل البياني لهذه الحالة بكون على المحور الأفقي حجم العمالة، على المحور العمودي حجم رأس المال. أقصى كمية يمكن شراؤها من العمالة بتكون هذه النقطة، وأقصى كمية من رأس المال بتكون هذه النقطة. بتكون طبعا إذا شبكنا بخط مستقيم بينهما نحصل على هذا الخط المستقيم، حيث النقطة هاي تمثل L star اللي هي أقصى ما يمكن شراؤه من العمالة، وهذه النقطة تمثل كي ستار اللي هي أقصى ما يمكن شراؤه من رأس المال، وهذا الخط المستقيم هو قيد الموازنة أو ISO cost، وبالتالي لا تستطيع المنشأة أن تتجاوز هذا المثلث. إذا المثلث هنا هي المجموعة الممكنة من التكاليف التي تنفقها على الليبر والكابيتال أو العمالة ورأس المال. ما يلتق قيد التكاليف هنا دلتا كي على دلتا ال، التغير معدل التغير في رأس المال نسبة إلى التغير في الليبر أو الكابيتال أجور العمال عفوا أو حجم العمالة تساوي سالب، طبعا إشارة سالب لأنه الميل سالب، دبليو اللي هو معدل أجور العمال مقسم على سعر رأس المال وتساوي سالب سعر العمالة على سعر رأس المال كما اعتدنا عليه واشتققناه في المقطع السابق. يسمى الخط كي ستار ال ستار، كي ستار ال ستار هذا الخط يسمى خط التكاليف المتساوية ISO cost كما ذكرت هنا ISO cost، حيث تعطي كل نقطة عليه، كل نقطة عليه عندي عدد لا نهائي من النقاط تعطينا توليفة مختلفة مما تستطيع المنشأة شراءه من العمالة ورأس المال اللي هي مدخلات الإنتاج، لكن بالكلفة نفسها توليفة مختلفة. عندي ممكن
ترتفع ال لكن يجب أن تنخفض ك، أو إذا ارتفعت ك يجب أن تنخفض ال، فبنحصل على توليفات مختلفة من العمالة ورأس المال، لكن الكلفة ثابتة عند سي في هذه الحالة عند سي. لنفترض أن موازنة المنشأة تبلغ سي تساوي 100، الآن كلفة المنشأة 100 وحدة، دينار، مليون، مهما فكرت فيها رقم مجرد، وهي الكلفة الكلية توتال كوست تي سي التي ترغب المنشأة بتحملها، وأن سعر وحدة العمالة دبليو تساوي 5، إذا هاي الآن معدل أجور العمالة أو سعر العمالة تساوي 5، وسعر وحدة رأس المال آر تساوي 5، إذا هناك سعران وهنا كلفة واحدة. بناء على ذلك يكون قيد التكاليف كما يأتي: 5 اللي هو معدل أجور العمالة مضروب في كمية العمالة مضاف إليه زائد سعر رأس المال مضروب في كمية رأس المال تساوي 100، اللي هي سي تساوي 100. الآن إذا التغير حسب القاعدة التي ذكرناها قبل قليل، سأرجع إليها من أجل التذكير، الآن التغير في K بالنسبة للتغير في L تساوي ماينس دبليو اللي هو سالب دبليو على ار اللي هو معدل اجور العماله على اجور او كلفه راس المال. فبكون عندي الان معدل التغير يساوي سالب 5 على 4 يساوي سالب 1.25، شطبنا الاشاره لانه يعني اخذنا القيمه المطلقه منها. فتكون اقصى كميه الان، يعني اذا الان اردنا ان نحسب اقصى كميه يمكن شرائها من الليبر أو أقصى كمية يمكن شرائها من الكابيتال، بتكون كما يلي: ال ستار تساوي 20، لأنه 100 مقسم على 5 يساوي 20 حسب ما ذكرنا قبل قليل، وأقصى كمية من الكي الكابيتال بتساوي كي ستار وتساوي 25، 100 مقسم على 4. التمثيل البياني هنا بقيت ال على المحور الأفقي، كي على المحور العمودي. الآن أقصى كمية يمكن شرائها من العمالة هي L star تساوي 20، أقصى كمية يمكن شرائها من رأس المال هي K star تساوي 25، شبكنا بيناتهم بخط مستقيم، هذا هو قيد الموازنة isocost. إذا قيد الموازنة هنا بتقول لي، يخبرنا ميل قيد التكاليف أو قيد الموازنة بأن زيادة حجم العمالة بوحدة واحدة يؤدي إلى تخفيض رأس المال رغما عن أنف المنشأة، يجب عليها إذا زادت الآن، إذا بقيت سي تساوي 100 وزادت الآن حجم العمالة بوحدة واحدة، فيجب على المنشأة أن تخفض رأس المال الحقيقي بوحدة وربع الوحدة حسب ميل هذا الخط المستقيم هذا اللي هو قيد الموازنة. لنفترض بأن المنشأة زادت التمويل المتوافر بمقدار 100، زادت أي أن مجموع الموارد التمويلية أصبح الآن C تساوي 200 بدل 100. في هذه الحالة تستطيع المنشأة مضاعفة ما يمكن شراؤه من مدخلات الإنتاج، ويصبح قيد التكاليف الجديد كما يأتي: شريطة بقاء أسعار مدخلات الإنتاج كما هي 5L زائد 4K، بدل ما أن تساوي 100 الآن أصبحت تساوي 200، ما يعني الآن أكبر كمية أو أقصى كمية من العمالة تستطيع شرائها 200 قسم على 5 أصبحت 40، وأقصى كمية يمكن شرائها من رأس المال أصبحت 200 قسم على 4 يساوي 50. الآن انتقلنا من قيد الموازنة ألف إلى القيد الموازنة باء، ما يعني بأن المجموعة الممكنة الآن لم تعد 0 20 25، أصبحت 0 40 50، كبر المختلف، وبالتالي أصبحت المجموعة الممكنة أكثر. شو هي المجموعة؟ ما هي المجموعة الممكنة؟ هي ما يمكن شراؤه من الليبر والكابيتال، أي أن القيد الجديد أصبح المجموعة المتاحة ألف زائد باء. يعرف الناتج الحدي للعمالة Margin Product of Labor MP sub L، ورأس المال Margin Product of Capital MP sub K كما يأتي. هذا الآن المارجن برودكت اوف ليبر تساوي التغير في التوتال برودكت على التغير في الليبر، وتساوي التغير في الكمية المنتجة على التغير في الليبر. أما المارجن برودكت اوف كابيتال الناتج الحدي لرأس المال يساوي التغير في التوتال برودكت اللي هو الإنتاج الكلي على التغير في رأس المال، ويساوي التغير في الكمية المنتجة على التغير في رأس المال. هذا الآن الناتج الحدي للعمالة،
هذا الآن التغير في كمية الإنتاج، وهنا التغير في العمالة. هنا الناتج الحدي رأس المال يساوي التغير في كمية الإنتاج مقسم على التغير في كمية رأس المال. أرجو أن نتذكر هذه القاعدة لأنها مهمة جدا في الحسابات القادمة. قمنا في المقطع السابق بحساب ميل منحنى الكميات المتساوية كما يأتي، بملاحظة أنه يجب يتجه عفوا من الأعلى إلى الأسفل، وهو بالتالي سالب الميل، وأن الزيادة في أحد المدخلات تؤدي إلى انخفاض الناتج الحدي لذلك المدخل، وزيادة الناتج الحدي من مدخل آخر، لأن ارتفاع كمية أحد المدخلات يأتي على حساب الآخر بسبب قيد التكاليف المفروض على المنشأة. لنفترض الآن أن المنحنى كيو، الآن هذا المنحنى كيو يمثل واحدا من منحنيات الكميات المتساوية. وصلت المنشأة إلى النقطة A بتوظيف L1 وK1، L1 من العمالة وK1 من رأس المال. أما النقطة B تمثل الكمية نفسها، لأننا ذكرنا وشددنا على أنه الايسوكوانت منحنى الكميات المتساوية كل نقطة عليه تعطيني الكمية ذاتها، لكن الذي يختلف هي التوليف من كمية العمالة وكمية رأس المال. فهنا النقطة A كانت لنفترض الكمية كذا وكذا، يعني وظفت المنشأة L1 من العمالة وK1 من رأس المال. عندما انتقلت إلى B الكمية ذاتها بقيت 100 مثلا أو 200 وهكذا، لكن الذي زاد هو الليبر من L1 إلى 2، وانخفض بالوقت ذاته رأس المال من K1 إلى K2. بناء على ذلك يكون ميل منحنى الكميات متساوي كما يأتي. إذن الميل تساوي الكمية الثانية مطروح منها الكمية الأولى. لاحظوا أنه هذه الكمية أقل من هذه، إذن إشارة سالبة لأن المنحنى سالب الميل، مقسم على الكمية الثانية من الليبر، مطروح منه الكمية الأولى من الليبر، إذن L2 ناقص L1 وتساوي دلتا كي على دلتا L، وهي أقل من الصفر. إشارة سالبة معنى أقل من الصفر. نكمل بقسمة البسط والمقام في المعادلة السابقة اللي هي دلتا كي على دلتا L، بقسمة البسط والمقام على دلتا كيو نحصل على ما يأتي الآن. يصبح الآن الميل إذا قسمنا البسط والمقام على الكمية ذاتها لن يتغير الميل، وبالتالي دلتا كي على دلتا كيو تساوي دلتا L على دلتا كيو، وتساوي سالب دلتا كي على دلتا كيو مقسم على دلتا L دلتا كيو، وتساوي سالب دلتا كي على دلتا كيو مضروب، انقلبت هاي أصبحت الآن إشارة ضرب، وبالتالي تساوي الآن هذه المارجنال برودكت أوف ليبر، وهاي واحد على المارجنال برودكت كابيتال. إذن ميل منحنى الكميات المتساوية هو حاصل قسمة المارجنال برودكت أوف ليبر، الناتج الحدي للعمالة مقسم على الناتج الحدي لرأس المال، لكن الإشارة سالبة لأن الميل سالب. هذا هو الآن المنحنى الذي تحدثنا عنه قبل قليل بالشكل نفسه، أي أن ميل المنحنى هو حاصل قسمة الناتج الحدي للعمالة على الناتج الحدي لرأس المال، مع التذكير بوجود الإشارة السالبة، لكن نهملها بالحسابات لأننا نأخذ القيم المطلقة. يسمى هذا الميل في بعض الأحيان يسمى المعدل الحدي للإحلال الفني، Marginal Rate of Technical Substitution، أي معدل إحلال أحد مدخلات الإنتاج مكان مدخل آخر، وعادة ما يرمز له بـ MRTS اللي هو Marginal Rate of Technical Substitution. ليس المقطع القادم، عفوا هنا خطأ طباعي. السؤال الهام، ما هي التوليف المثلى من مدخلات الإنتاج؟ Optimum Combination of Inputs، بمعنى آخر كم يجب على المنشأة أن توظف من مدخلات الإنتاج، مثلا العمالة ورأس المال، التي تعظم إنتاجها بأقل كلفة ممكنة. يمكننا الإجابة على السؤال بتثبيت كمية الإنتاج عند مستوى معين وتوظيف التوليف من العمالة ورأس المال التي يمكن بواسطها إنتاج الكمية المطلوبة، أقصى كمية بأقل كلفة ممكنة. هذا الآن الشكل البياني، هذا تل الإنتاج على المحور الأفق الأول العمالة، على المحور الأفق من ثلاث أبعاد تحدث الآن، المحور الأفق الثاني رأس المال، والمحور العمود الرأسي الإنتاج.
فالمنشأة تصعد على تل الإنتاج، تصطدم بقيد التكاليف، يعني لا يمكن أن تتعدى التكاليف التي رصدتها السي، سميناها قبل قليل افترضناها بأنها 100 ثم ضاعفناها إلى 200 وهكذا. فأقصى كمية يمكن أن تصل إليها على تل الإنتاج هي الكمية التي يعيقها الآن، لا يمكن أن تكون أكثر من قيد التكاليف. دعنا الآن نجيب على هذا السؤال بأرقام. يعطينا الشكل فكرة عما ينبغي أن تقوم به المنشأة، فيخبرنا بأن قيد التكاليف هو الذي يحدد، هذا قيد التكاليف هو الذي يحدد الكمية القصوى من الإنتاج الممكن. وبالتالي فإن التقاء قيد التكاليف مع أحد منحنيات الكميات المتساوية عند نقطة تماس محددة يعطي أقصى كمية يمكن إنتاجها بأقل كلفة ممكنة. وهذا يعني، هاي الفكرة مهمة جدا أرجو أن لا تنسوها، هذا يعني أن ميل قيد التكاليف المتساوية تكاليف يتساوى مع ميل منحنيات الكميات المتساوية عند تلك النقطة، أي أن الآن the margin rate of technical substitution يساوي سالب اللي هو حاصل قسمة الناتج الحدي للعمالة مقسم على الناتج الحدي لرأس المال، وتساوي التغير في حجم رأس المال على التغير في حجم العمالة، ويساوي سالب W على R اللي هو سعر العمالة مقسم على سعر رأس المال، ويساوي سالب سعر العمالة على سعر رأس المال. نستطيع إعادة صياغة شرط التوازن على كما إلى حتى نبسطه. Margin Product of Labor مقسم على Margin Product of Capital تساوي سعر العمالة على سعر رأس المال، هذه الكمية سالبة تساوي هذه الكمية سالبة، فشطبنا الآن السالب مع السالب، تصبح الآن Margin Product of Labor مقسم على Margin Product of Capital تساوي سعر الليبر على سعر الكابيتال. هذا يعني بالضرب التبادلي MPK في PL MPL في PK، فحصلنا على هذه المعادلة. إذن الناتج الحدي لرأس المال مضروب في سعر العمالة يساوي الناتج الحدي للعمالة مضروب في سعر رأس المال. نكمل بقسمة الطرفين الأخيرين، هما هذا الطرفين الأخيرين من هذه المعادلة، على نقسم يعني نقسم نقسم هذا الطرف كله MPK مضروب في PL يساوي MPL مضروب في PK، نقسم الطرفين على PK PL نحصل على ما يلي الآن: المارجن برودكت اوف ليبر مقسم على سعر الليبر، هنا إذا الناتج الحدي للعمالة مقسم على سعر العمالة يجب أن يساوي الناتج الحدي لرأس المال كما ذكرتها في مقاطع سابقة وشروحات سابقة، مقسم على سعر رأس المال. ماذا يعني هذا؟ إنه المارجن برودكت اوف ليبر على معدل الأجور، هاي الناتج الحدي للعمالة على معدل الأجور، يجب أن يساوي الناتج الحدي لرأس المال على كلفة رأس المال. هذا الناتج الحدي للعمالة، هذا سعر رأس المال، هذه الناتج الحدي لرأس المال، هذا سعر رأس المال، هنا سعر العمالة، هنا سعر رأس المال، وهذا هو شرط التوازن الذي يجب أن ينبغي أن يتحقق حتى تعظم المنشأة أرباحها وإنتاجها مما توظف من ليبر وكابيتال. ما يعني بأن شرط توازن المنشأة يكمن في مساواة ميل قيد التكاليف المتساوي ISO cost مع ميل منحنيات الكميات المتساوي ISO quant. هذا الآن قيد التكاليف وهذا ISO quant كميات متساوية، عندما يلتقي هذان المنحنيان عند نقطة واحدة يتحقق الشرط، فتوظف العمالة K، هذه الكي بتكون الأوبتيمم اللي هي أفضل كمية وأحسن كمية من رأس المال، وهون بتكون الأوبتيمم أفضل كمية من العمالة. بالحالة هاي ميل قيد التكاليف يساوي ميل الايسو كوانت أو الكمية بشبه، حيث المارجن برودكت اوف ليبر مقسم على الويج يساوي المارجن برودكت اوف كابيتال مقسم على R اللي هو كلفة رأس المال. مثال، لنفترض بأن المنشأة واجهت الحالة التالية. الحالة التالية تقول بأن الكلفة الكلية 50 مليون، 50 مليار، 50 ألف وكذا كذا، شو يعني مهما كانت وحدات العملة أو وحدات القياس هنا، ومعدل أجور العمال تساوي 5، كلفة رأس المال للوحدة الواحدة تساوي 7.
ما يعني بأن معادلة قيد التكاليف ISO تصبح كما يلي: الآن WL زائد RK تساوي C 5L زائد 7K، 5L زائد 7K تساوي C اللي هي 50 بهذه الحالة. لنفترض الآن بعد الحسابات حصلنا على الأشياء التالية: إذا قامت المنشأة بتوظيف هذه الكمية من العمالة L 0 1 2 3 وهكذا حتى 10، وظفت مثلا يعني K تساوي 0 1 2 3 حتى 10، عندما جمعنا وطرحنا وحصلنا على الناتج الكلي وحسبنا ما يسمى بالناتج الحدي للعمالة وقسمناه على 5 وحسبنا الناتج الحدي لرأس المال وقسمناه على 7، حصلنا على هذه القيم. هذه القيم هي طبعا هنا غير معرف، هون غير معرف، 2 3.6 5 6 وهكذا حتى انتهينا ب 2. بنلاحظ انه حاصل قسمه ارتفع ثم انخفض بعد ذلك لانه ياخذ شكل الناتج الحد للعماله. كذلك الامر بالنسبه لحاصل قسمه المارجن برودكت اوف كابيتال على سعر الكابيتال، هذه غير معرفه، كان عند هذه القيمه 1.428 وكذا كذا الى النهايه، فارتفع ارتفع 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 ثم اخذ بالانخفاض لانه ياخذ شكل منحنى الناتج الحدي لراس المال. الان لو ندقق في هذا الجدول نلاحظ بان هناك قيم متشابهه. نعيد كتابه الجدول هنا. نستطيع ان نلاحظ من الجدول ان هناك عندي المارجن برودكت اوف ليبر مقسم على الويج ريت، وهنا المارجن برودكت اوف كابيتال مقسم على سعر راس المال. هنا هذه القيمه 5 وهذه القيمه 5 وهذه القيمه 5. الشرط بيقول انه حاصل قسمه المارجن برودكت اوف ليبر مقسم على سعر الليبر يجب ان يساوي حاصل قسمه المارجن برودكت اوف كابيتال مقسم على سعر الكابيتال. فاخترنا الان 5 اللي هو اي 5 فيهم، هذه الخمسة ولا هذه الخمسة؟ هذا انه عندي متشابهتين. وهنا الان هذه 5، الان 5 كي لو 5 طبعا هنا 5 حاصل قسمة المارجن برودكت كابيتال مقسم على سعر الكابيتال، وهنا حاصل قسمة المارجن برودكت كابيتال بليبر مقسم على سعر الليبر تساوي 5. كذلك الامر هنا حاصل قسمة المارجن برودكت اوف ليبر مقسم على سعر الليبر تساوي 5، فأيهما نختار، هذه أم هذه مع هاي؟ هنا الأمر محسوم لأنه ليس هناك قيمة فريدة من نوعها هي الخمسة إلا هذه القيمة، أما هناك قيمتان، هناك قيمتان لحاصل قسمة المارجن برودكت اوف ليبر على الـ W عند العمالة، هذه مقابل 3 عمال أو 3 وحدات عمل، وهنا مقابل 8 وحدات عمل. فأيهما نختار؟ نختار طبعا، لكن توليف واحدة منها تحقق الشرط الثاني، وهو أن الكلفة ينبغي أن لا تتجاوز C تساوي 50، وهذا الشرط لا يتحقق إلا بالتوليفة. 3 عمالة مضروب بسعرها 5 زائد 5 رأس مال مضروب بسعرها يساوي 7 ويساوي 50. لو اخترنا التوليف الثاني التي فيها حجم العمالة 8 لكان مثلا L تساوي 8 وK تساوي 5 لكانت كلفتها بالحالة هاي 75، وهي كلفة لا تستطيع المنشأة تحملها. التمثيل البياني، هنا التمثيل البياني الآن قيد تكاليف مع الايسو كوانت أو منحنى الكميات متساوية التقوا، وأصبح هناك حدثت نقطة تماس فقط عند نقطة واحدة هي 3 وحدات عمل و5 وحدات رأس المال. إذا هنا عندي يتحقق الشرط الثاني أنه 3 عمال مضروب في سعر العمالة 5 زائد 5 وحدات رأس المال مضروب في وحدة في سعر وحدة رأس المال 7 50، ما يعني بأنه المنشأة عظمت إنتاجها خضوعا لهذين القيدين، قيد التكاليف وقيد الكميات المتشابهة أو المتساوية. المقطع القادم شكرا لكم لحسن متابعتكم. المقطع القادم بحول الله تعالى سيخصص للجزء الرابع من نظرية المنشأة تحت عنوان المنشأة في السوق التنافسي التامة The firm in the perfectly competitive market.
لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة والتعليق على المحتوى من أجل تحسين الأداء وتعميم المعرفة باللغة العربية لغة القرآن الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.